لا بتطب شويه بس المستفيد من الحاجه دي ترفع المود. ترفع تمنع الاطباق بتاعها ممكن ترفع الايه؟ المود شويه بيساعد في الانرجيستك اكشن الاكشن ده. حلو الكلام. الترامادول كدواء والله محترم. بره دواء محترم ولا يعامل هذه المعامله المهينه اللي بتتعامل بمصر. هو مش دواء يعني لما تسافر بره بيتكتب عادي جدا بس طبعا كلها جداول كلها ادويه يعني مخدرات وكلام من ده. بس مش اخذ الصيت اللي هنا. احنا عملنا منه الترامادول الصيني. شفت احنا وصلنا لفين؟ وكلمه للتاريخ، كلمه للتاريخ. تلاحظ في الفتره الاخيره ظهور التشنجات في المرض. قعدنا نلف 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 طلعت من ورا الملوكيول ده. وتحديدا الصيني. معرفش ايه. خلاص. في الاول كويس. نعم حبيبي. اكثر من نوع في الحبه الحمراء والزرقاء طلع اكثر من نوعين عشان ما اعرفش اللي احنا طلعت منه بارك الله فيك يعني استفردوا على عندي نوع على الحمراء طيب توكل على الله طيب يبقى الترامادول بس الله يخليك يعني الكلام التاريخ بيقول صدقني ان بعض زمايلنا اللي شغالين في يقول لك في الاستقبالات والتشنجات حاليا يدور على العيان يقول له واخد ترامادول والكلام ده كله بيعمل شويه اكسايتيشن وسن ستيميشن قد يؤدي الى تشنجات افتكرها كلمه للتاريخ في يوم من الايام تبقى مفيده بالنسبه لك. بعد ما خلصنا عيله الاوبييت اجونيست تعالوا نجمع انا وانتوا كده مشاكلنا الرئيسيه الحاجات اللي كانت مضايقانا مع المورفين. ندردش مع بعض. انا اعترف لكم ان انا كانت مشكلتي الرئيسيه معايا كانت مين؟ عارف انا مشكلتي معاه مش حكايه الاسبيرال سنتر بالذات. مشكلتي ان الاسبيرال سنتر ده بيبقى ماشي هاند اون هاند مع الانالجيزيا. بمعنى ايه؟ تيجي ازود الجرعه هنا عشان ياخد انالجيزيا الاقي مين ماشي معاها ريسبيرادو سنتر ديبريشن فانا متكتف تلاقي مثلا لما تيجي تعمل كيرف كل ما زود انالجيزيا تلاقي مين ماشي كتفها ريسبيرادو سنتر ديبريشن يوصلوا الاثنين البلاتو مع بعض ادي اول مشكله حطها في حساباتك حطها في حساباتك جرس يرن معاك كنت بقول لك المورفين يحب الميو قوي وشويه كبه انا كنت لما انت سالتني فبالتالي كان بيعمل ايفوريا صح الايفوريا دي عيانك يحبها تعمل له ديبندنس صح؟ وادكشن حط دي مشكله في حساباتك بتضايقه شويه صح الكلام؟ قعدنا نفكر انا وانتو واحد فيكم كان مذاكر بقى الايه؟ المورفين من اول ما بدا للنهايه كان مذاكر الريسبتورز قال لي بقول لك ايه؟ انا هطلع مجموعه ادويه تشغل الكبه وتقفل الميو قلت له انا همشي معاك قال لي هتشغل مين؟ الكبه وتقفل مين؟ الميو قال لي هتاخد انالجيزيا قلت له انت شاطر صح الكبه كانت تعمل ايه انالجيزيا ورد عليا رد ابهرني قال لي لس انهيبيشن لمين للريسبيراتور سنتر قلت له شكرا قال لي ده انا هعمل لك خدمه غريبه جدا اللي هي ايه كل ما تزود الجرعه هتاخد انالجيزيا بس هتوصل للبلاتو على الريسبيراتور سنتر بدري قوي فانا عملت لك خدمه خرافيه ان انت مش زود الجرعه تاخد ايه وما تاخدش ايه تاخد انالجيزيا وما تاخدش مين ريسبيراتور سنتر ايه انهيبيشن البلاتو ده اولاد بيسموه في الطب سيلينج اللي هو سقف الكيرف انت عندك نيو سيلينج افكت ادي تاني ميزه ثم الميزه الثالثه عينك تتوقع اللي شغال على الكبه اللي بتعمل ايفوريا ولا ديسفوريا هل عينك هيحبها اشك هيبقى عندها تندنسي فور ادكشن عاليه اشك في الكلام صح ولا لا يبقى انا عملت لكم كل احلامكم واحد انالجيسك اثنين ليس انهبيشن لمين ده انا عملت لكم خدمه غريبه ازود لك تاخد ايه انالجيزي وما تاخدش معايا مين ورقم ثلاثة ليس ديبندنس الحلو ما يكملش لان انا قلت كلمه ما حدش اخد باله منها قفلت مين الميو لو انت كراجل نورمال مش مدمن مش هتتاثر مين بقى اللي لو اخدها بالغلط هيتروق؟ مين اللي لو اخدها بالغلط هيتروق؟ المدمن اللي بقى تخيل بقى لو واحد مدمن اخدها وعنده الميو اوفر اكتف وشغاله وقمت انت مديله مره واحده اللي يحصل؟ ويذدرول هي دي بس المشكله اللي فيها يعني بس لو الناس بس عاده ما اخدتهاش بس بينه وبينك العيال ما بيحبوهاش ليه ما يحبوهاش؟ ومحدش هيدمنها حته ليه؟ التسويق صح ولا لا؟ دي بقى سموها ايه العيال دي؟ اسمها ميكسد اجونست على مين؟ ميو ايه؟ انتاجونست فهمت الفكره؟ هي ناركوتيك انالجيسك لو انت مش مورفين ادك مين اللي هتبان لك الاكشن؟ الكابا اجونست هتبان لك كانالجيسك صح كده؟
طب لو انت كنت مورفين ادكت مين اللي هيبان لك؟ ها الميو انتاجونست تعمل لك اعراض ايه؟ انسحاب. طيب ويك انيبيشن على مين؟ على الريسبيراتوري سنتر. لو سيلينج افكت يعني ازود الجرعه مور ايه؟ وايه؟ نور انيبيشن لمين؟ ريسبيراتوري سنتر. مايلد ديبندنس مايلد وذرول ايه؟ سيمبتومز. لم يتبقى لك الا اسبكت. بص بقى ربنا يوفقك. اول حاجه تعال نحاول نسيطر عليهم بالراحه بالراحه بالراحه. مش هم ميكسد اجونست وانتاجونست؟ انت تعرف مين اشهر اجونست؟ مورفين. واشهر انتاجونست؟ نالوكسون. تعال نحط الاثنين على بعض هنعمل حاجه اسمها ايه؟ نال بيوفين. اخذنا الجزء الاول من ده والجزء الاول من ده. ماشي ماشي هتلفق. دي الحاجه الوحيده اللي عارف اتعامل معاها بصراحه. الباقي كله مش قادر اتعامل معاه. هقول لك ايه؟ بنت بنت زوسين. بنت ايه؟ بنت ايه يعني؟ بنت زوسين. هتعمل لها ايه يعني؟ طبعا بنت زوسين ده بقى لما بيجي اخر السنه مسخره بس. والله زمان يا برازوسين وحاجات كده بقى ايه؟ يعني ده فبنت زوسين ده وظهر في الامتحان ربنا يستر. بنت زوسين ده فين يا ابني؟ في الكتاب؟ في الجدول ده. ده اخرك. بيوتيلفينول حلو مش وحش يعني شكله كده في الحته دي. بيوبرنورفين نورفين اخو مورفين تمشي تمشي. انا مش قادر اتعامل معاهم بصراحه شخصيا يعني. انا شخصيا شخصيا كده اخدهم بالحب. فانت برضه هتاخدهم ايه؟ مش هسالك في التفاصيل بتاعتهم ان ايه ان انتاجونست واجونست هنا والكلام ده كله يعني. انا مش بس بيوبرنورفين ده نورفين اللي هو كان بارشال اجونست على الميوم ده بس الوحيد اللي حد فيه بارشال اجونست. الباقي كلهم كانوا ايه؟ انتاجونست صريح اللي اسمه ايه؟ البيوبرنورفين. المفروض احنا نحاول نرجع للمحاضره ونقول هو الدكتور ركز على انهي واحد فيهم لان الطبيعي ان هم ياخدوا واحد بس فيهم في الاربعه ده المفروض. لا اظن هم خلصوا المورفين اتوقع. خلصوها ايه؟ لا ما شاء الله هم يعني لا عدوا عدوا اكيد. حتى احنا لازم نجري يعني نحاول نجري تمام؟ طيب عرفنا بس ميكس اجونست انتاجونست وبها انتهى انهي موضوع؟ واخر واحد انتاجونست على نعم تمام؟ ده ليه كده خاصيه كده خاصه جدا بس هو يكون هو ايه بارشا اجونست على الميوم تمام؟ بص بقى تعالي بقى كده بهدوء بهدوء خالص بهدوء هات لي الورق بتاعك بسرعه اخلص بتجيبه. طيب مش مهم. انت عارف كده بشكل على فكره كبير قوي. طب كده البيو نورفين ده فرشه الاجنوس طب ده المفروض انه ما يبقاش هنا في الجدول ده صح؟ اكسب اجنوس انت ماشي بس اجنوس انت اجنوس على الميو على الاقل سيبك من الكوبايه خلاص بقى خلاص. اقول لك ايه معلش قول له واحده كمان. قول له واحده كمان. اديني بس بعد الفصل. ليه؟ ليه؟ يعني انتوا الاثنين مش معاكم؟ انتوا الاثنين مش معاكم ورق؟ لا انتوا الاثنين. طب خلاص يعني. تعاملوا. بص بقى. انا كده هاخد منك. حبيبي يلا تعالى بس نبدا نسيطر على الناس من بدري كده عشان ما يتوهش مننا. سيتاتيف وهيبنوتيك. ديازيبام لورا زيبام انت حاسك عايز تكتب جنبيه حاجه. اي ام اي ام لورا زيبام اي ام اي ام كلنا زيبام في بعض الحاجات بتكتب جنبها اول تايبس اوف ابليبسي او كل انواع الصرع. رايا زولام بيعمل عليه كوره كده ان هو مهم انيشيت سليب بيكتبوها كده. رايا زولام انيشيت سليب. ميدا زولام انتوا بتحبوه في الانستيزيا بريفيرد في الانستيزيا رابد وشورت وليس ايه؟ ارتنت. ديما زيبام ميديم اكتنج هيبنوتيك. فلورا لونج اكتنج. كلورا زيبان علق رو دراج رو دراج بتاع
بتاكتف فين؟ في الاتش سي ال. واضح ان الناس في التراوة. واضح ان الناس ما مش في ذكر الناس. واضح ان الناس هتضيع. لا انا هاملي الورقه دي مش عشان حاجه، عشان كنت حل الحصه اللي جايه. لو وقفت على دماغك رجعوا رجعوا. اصل هو حاجه من اتنين، يا الفرما تروح يا البلا تروح. المفروض انتوا ضايعين فيه من زمان، فمش فارقه. انتوا مش داخلين في 120 ورقه باين ولا مش عارف كام؟ 120 حاجه. يعني انت مثلا ما ذاكرتش منهم 30 ورقه فرقت في حاجه. لكن الفرما تفرق. هو كام درجه دخول؟ 15 4 ولا يا ولاد تعالوا نذاكر بطولة. طيب قبل لا خلى برضه حقانين برضه بصراحه. طيب فلوما زنيل، واضح ان الدكتور لما حط تحتيه خط وكبر الفونت يبقى حاجه مهمه صح؟ ده الانتيدوت بيزد بلوكر، هيجي في الامتحان علم عليه، اتصور جنبه، اتصرف. زولبديم، زالبلون، زوبيكلون، اس زوبيكلون، بي زد 1 اجونست، نان بي زد 1 اجونست. والنبي كده الله يخليك بعد اذنك، كل البنزوديازيبين نفسي كده اكتب عليهم كلهم فاسيليتي جابا اي ترانسميشن. كلهم فاسيليتي جابا اي ترانسميشن. فينو باربيتون او فينو باربيتال؟ لو سمحت هكتب جنبي بس كلمه اكيوت بورفيريا. اكيوت بورفيريا وطبعا اتش ام اي انديوسر وانزيم انديوسر. ثايوبنتون، قولوا انتوا بقى اي في جنرال انازيفيا وري ديستريبيوشن. ري ديستريبيوشن يا رب. لا لو عمل الامتحان الاربع اللي جاي اللي هيشوفوا نتيجه تاريخيه. اخرك اخرك وانا بقولك اهو هدخل بكام ورقه دول الامتحان. هو ازاي الاربع اللي جايين طب ناويين؟ انا بقول لو 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 اداب مش عارف ايه كده تعمل. المهم كولورا هيدريت خلاص يا ولاد، خلاص خلاص هيعملوه كمان شهر. كولورا هيدريت كولورا هيدريت ولا اي حاجه تحبها. لوك اوت كوكتيل بتاع الاطفال الصغيرين اللي انت حبيته في التبو. الانتي انكزايتي بس بايرون هكتب كده كود بيني وبينك. البطيء المتخصص اللي فاهمه بقى هي بقى عارف انا بقول ايه. سلو انست انكزيو سيلكتيف وشغال بارشيال اجونست على سيروتونين 1 اي. انا فخور بيكم جدا. مش حد بيرد عليا. مش مصدق مش مصدق. مش انتوا مش انتوا اولاد عادي عادي عشان تبقى اول حصه صح؟ قولوا اه. بنزوازوين سابك منه، بيتا بلوكر مش فارقه معايا. انا الجيسك بقى جاي في ملعبك. مورفين. لو انا عايز اكتب كلمات جنب المورفين اقتلني بس عشان خاطر انا بس كلمه مايوزس وكونستبيشن وريسبيراتوري ديبريشن. كونستبيشن ومايوزس وايه؟ وريسبيراتوري ديبريشن. واكتب اكس 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 هيد انجري. فهمت منها ايه التلاتة اكس دول؟ لو انت مش فاهم ان هو كونترا انت كده تكتبها. لو انت مش فاهم التلاتة اكس دول يبقى اكتبها ايه؟ كونترا انديكيتيف. كودايين انجز سنترال انتي تصف. في طلعت داي استايل مورفين والهيروين مفيش مشكله. ميبريدين اكتب بس دي وخلاص. اتنين في واحد. اتنين في واحد دي مورفين ايه؟ لايك واتروبين لايك. فنتانيل اقوى 80 مرة. اي في اناثيفيا مضطر ان انا اتابعك شوية في الكتابة. اكتب لي بعد اذنك فنتانيل بلس دروبيريدول بلس نيتروس اوكسايد بيعمل حاجة اسمها نيورولب انافيديا. تخلصوا امتحان البافور ودعتك في سويا هنا. نعم يا حبيبي. انسى امتحان الاسبوع اللي جاي نعمل ايه؟ طيب ما يكون الاسبوع اللي جاي؟ اسبوع اللي الاسبوع ده. اسبوع اللي جاي؟ اه.
الفنتانيل وسوفنتانيل، هو بيعمل فنتانيل وخلاص. ميثادون العلاج العلاج مين؟ المدمنون ولونج ديوريشن. ديكسترو بروبوكسفين يكفيك شرف انضاف ان هو مكانه في الحته دي في الصفحه. لوبرامايد انتي دايريا. دايفينوكسيليت انتي دايريا. بنتازوسين يوبرمورفين نالبيوفين. اكتب بس الجدول ايه وخلاص وانت تبقى فاهم. اكتب يا عم دول ايه ميكسد ايه اجونست انتاجونست. ميكسد ايه اجونست انتاجونست. نالوكزون احنا هنقول في الحته دي ولا ايه؟ لا لسه مسيبيني عمال اتكلم خلص ده انت. نالوكزون ونالوكزون. طيب نالوكزون ده مين؟ ده الاندي دول بتاع مين؟ المورفين. تعالى كده نخلص منه بسرعه، تعالى نخلص منه بسرعه، ما فيهوش كلام جديد. لو سمحت لو سمحت لو سمحت نالوكزون ده اوبجيكت ريسبتور بلوكر بيقفل كل الاكشن بتاعت المورفين، انا خلصته اصلا. بيور انتاجونست ده ردا على البارشكال اجونست اللي كان في الجدول اللي فات. لو سمحت الدواء ده مور سيلكتيف قوي على النيو. شورت تي هاف هتضطر تعيده. اللفظ دي بتفكرك بحاجه اسمها اقول انا فلومازينيل. الفلومازينيل كأنت دوت كنت بضطر ان انا اعمل ايه؟ اعيده. كنت بضطر ان انا اعمل ايه؟ اعيده. لو سمحت استعمالاته ايه؟ قول لي كده انت سمعت عن النالوكزون فين؟ يلا. لعلاج الاكيوت مورفين توكسيستي تاخد اي في. رقم اثنين عالجنا بيه مين قبل كده؟ نيونيتال اسفكسيا يا اما انترا امبليكال يا اما انترا ماسكرا. رقم ثلاثه دياجنوز الادكت. يجي لك واحد مدمن يتسلى عليك. تقول له انت مدمن، يقول لك لا. تقول له انت مدمن، انك احترم نفسك. تقول له يا استاذ الفاضل قول لمصلحتك الطبيه واقف، يقول لك لو سمحت احترم نفسك يا دكتور مش عارف انت بتكلم مين، واللي 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 وانا هبهدلك. طب قول له خلاص خلاص حضرتك مش مدمن، تمضي على كده. يقول لك ده اخر تحذير ليك يا دكتور. قول له طيب خد شرطه نالوكزون من غير ما تتكلم فقط لا غير. هذا المواطن ذو المايوزس هبي مدريزس ابو كونستبيشن بقاله 3 4 ايام مش عارف يكمل معاك دقيقه ويروح ايه دايريا ابو وهكذا تقعد تقول له ايه يا كذاب صح. دايجنوز الادك ادوا بس ايه تحت الجلد هنا يعملوا له عرض ايه انسحاب يا دوبك يعملوا شويه ايه مدريزس خلاص. نالتريكزون حد سمع عنه قبل كده يبقى شاطر قوي على فكره هو نفس الفكره مور سيلكتيف سترونجر لونجر يدفع يتاخد اورال. حد فاكر انا قلت لكم امتى النالتريكزون ده؟ بعد ما اكون خلصت العلاج خالص 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 بتاع الادمان ومش عايزه يرجع صح كده؟ وعلى فكره برضه ينفع في الاكيوت توكسيستي تمام كده؟ حلو الكلام كده. العيله اللطيفه دي خلصت وانتهت بلا يعني ان شاء الله بلا رجعه بسهوله خالص ما فيش فيها مشكله. نيجي بقى للعيلة الأسهل على الإطلاق الأهم على الإطلاق اللي نكاد نجزم إن هي في الامتحان. يعني لما تيجي تقول لي يا دكتور مورفين ولا أسبرين في الامتحان أقول لك أسبرين. الموضوع منتهي. ليه بقى؟ خلق بالعقل. أنت لما تتخرج أنت مش لما تتخرج أنت من سنة رابعة من بكرة ممكن تكتب مسكنات بس مش تكتب اللي فات تكتب دول صح ولا لا؟ لما هتبدأ تتعاطى أنت أوريدي بتتعاطى مين؟ دول صح؟ عشان تاخد الادويه الثانيه تبقى بلاتها تبقى مجرم شويه لسه عليك محارب خلاص. مين بقى دول؟ الرسمه دي المفروض خدناها قبل كده وشرحناها قبل كده في البرونكا الازمه واخدناها قبل كده في البتاكويد بس هنقولها تاني. الرسمه دي لو اتفهمت انت فهمت المسكنات طول عمرك. انا بتكلم على ايه يا ولاد؟ انا بتكلم على نون ناركوتيك انالجيزم موافقين على الاسم. انا مش بتصل ولا كلام من ده. بكلمك على انتي بايريتيك انالجيسك. انا عايز حد يترجمها لي ترجمه محترمه. ضد الفيفر صح كده؟ لور الليفيتد بلد بريشر نورمال. لو سمحت نون سترويدال انتي انفلاماتي دراج من اشهر ابريفيشن في الطب. النسيد نون سترويدال يعني يعني مش كورتيزون مش كورتيزون مش كورتيزون انتي انفلاماتي دراج. القصه بدات بمين؟ بالممبرين فوسفوليبيد اللي في خلايا حضرتك يتكسر بالفوسفولايبيز اي 2.
يطلع اراكيدونيك اسيد وباف بلد الاجريجيشن فاكتور مش محتاجه، بيعمل برونكيال ازمه وانفلاميشن لن اتحدث عنه كثيرا. انا ما يعنيني مين اراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد مصدره الرئيسي تقريبا هو كوكس، واللي يتبقى منه يروح شويه لوكس، حتى السهم مختلف زي ما انت شايف. اللوكس ده يطلع ليكوتراين، يا ريته ما طلعها. ليكوتراين دي بتعمل برونكوسبازم، قرنوه بالهستامين، قالوا لنا 1000 مره اقوى من الهستامين برونكوسبازم، ودي الماده الرئيسيه اللي متورطه في برونكيال ازمه وبيعمل انفلاميشن. كلمنا عن البروستاجلاندين، اكلمك عن البروستاجلاندين حلوه ولا وحشه؟ تقول لي هي طلعت فين. لو طلعت في السي ان اس وحشه، تعمل بين وفيفر. في البريفري نص نص، لها دور كبير في الانفلاميشن. تقول لي يا دكتور احنا هنكره البروستاجلاندين ولا ايه؟ اقول لك لا 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 عيب، لو سمحت معدتك فاكر البروستاجلاندين في معدتك عامله ازاي؟ ودورها الرهيب، تقل اتش سي ال وزود ميوكاس وزود البلاط في الكلام كله. والكدني، الكدني الافرنت فاز دايلاتيشن والكلام ده كله، تعمل ريفر فازو ايه؟ دايلاتيشن. يبقى حلو الكلام. بعد اذن حضراتكم، انا راجل جيت اطلع مسكنات، فاول حاجه فكرت فيها شفت الدياجرام بتاعكم جميل ده، قلت جميل جدا، انا هروح اضرب مين الانزيم الخطير اللي بيطلع البروستاجلاندين؟ اسمه كوكس، اسمه سايكلو ايه؟ اوكسجينيز. فانا هستفيد ان انا اضيع البين واسمى انالجيسك، واضيع الفيفر واسمى، واضيع انفلاميشن واسمى عندي. بس في حد راح في الرجلين، المعده والكليه، صح ولا لا؟ غلط. لما واحد ابن حلال بداوا يطوروا لنا فهمنا، قالوا لنا يا استاذ لو سمحت احنا هنقول لك معلومه خطيره، الكوكس ده مش انزيم واحد، ده عيله، دول ثلاثه انزيم حضرتك. طلع ان اللي موجود في السي ان اس بتاع سيادتك ده اسمه كوكس ثلاثه. طلع اللي مسؤول عن الانفلاميشن قوي ده كوكس اثنين، وبيعمل كمان بينو فيفر. كوكس اثنين ده، كوكس واحد هو الاطيب. علشان كده بيني وبينكم كوكس واحد ده الوحيد اللي فيسيولوجيكال في الرسمه دي كلها، مش محتاج ان انت تعرض لاي حاجه يعني. وانتوا قاعدين معايا الوقت، مين الوحيد اللي شغال في الرسمه دي كلها في جسمك؟ كوكس واحد اللي شغال على معدتك وايه وكليتك. طبعا بعد ما انا قلت المعلومه دي، حضراتكم هتبداوا تفكروا معايا وتعيدوا ترتيب اوراقكم. هتبداوا تفكروا في ايه؟ سيلكتيف. تبدا تنشن على مين؟ على كوكس ثلاثة أو اثنين، أهم حاجة تحاول تسيب مين مفتوح؟ واحد. طلعوا دواء ينشن على كوكس ثلاثة اسمه إيه؟ باراسيتامول، بنادول. يبقى الباراسيتامول ده أنالجيسك صح؟ أنت بايوريتك صح؟ أنت انفلاماتري؟ لأي بريفرال أكشن؟ لا خلاص خلص. ده البنادول. كلمة للتاريخ، لو أنت مصدع الصبح ممكن تاخد بنادول من غير ما أخاف عليك على معدتك. صح ولا لا؟ لكن عمرك ما اقدر اديك قرص كتافلام او اسبرين او كلام من ده. طلعوا عله حلوه قوي، لان هيقابلك عيان عندهم التهابات في المفاصل والتهابات بس عندهم قرحه في المعده، فزنقك عنده التهاب وقرحه في المعده، فانت مجبر تنشن على مين؟ كوكس اثنين. ساعتها لو سمحت سيادتك ادي حاجه اسمها سيليكوكسيب، هنبقى نجيله الوقت واحنا بنتكلم. طيب للناس اقوياء الملاحظه، قالوا يا دكتور انت ما انتش ملاحظ، انت لما هتقفل كل الكوكس سيادتك بشكل او باخر هذا الاراكيدونيك قد يحدث له شيفت ناحيه مين؟ لوكس. فالليكوتوين تزيد، الليكوتوين لما تزيد في حضراتكم اعديها، لكن لو زادت الواحد بيتلكك وعنده شويه برونكوس بس جمع الازماتك، يوم داخل منك في ايه؟ في اتاك. فهمت الفكره دي ولا لا؟ تاني الوقت انت عملت لي قفلت الكوكس ده هيمشي في انهي سكه؟ لوكس. مين يزيد؟ الليكوتراين اللي بتعمل برونكو ايه؟ سباز. هنا بس السؤال بيطرح نفسه، البرونكو سباز ده ممكن مش هيبان فيك انت كنورمال، لكن يبان في مين اكتر؟ في الازماتك. يبقى طلعنا بمعلومتين حتى هذه اللحظه، هذه المسكنات، هذه المسكنات ممنوعه في الازماتك، هذه المسكنات ممنوعه في البيبتيك اثر. بس انا لو قفلت مثلا يعني باراسيتامول مش هيبقى عادي مع لوكس؟ لا، ما هو في لسه في سكك تانية اهي. صح، مش صح كده؟ مش بالطريقة دي. خلاص؟ حلو الكلام. في واحد قال لي يا دكتور ما تيجي نتعمق شوية في العلم، قول لنا ازاي البروستاجلاندين دي بتعمل فيفر؟ تعالى نتناقش انا وانت بتعمل فيفر ازاي.
ارجع لاحداث تاريخيه كده في اول لقطات حدوث انفكشن لسيادتك. سيادتك بتتعرض لاي بكتيريا انفكشن يبدا يطلع حاجه اسمها انترلوكين لو تسمع عنهم 1 و 6 و 10 اف سمعت عنهم. هل تطلع من بكتيريا تروح تحفز جدا تصنيع الكوكس انزيم يطلع بروستاجلاندين. البروستاجلاندين بتروح تعمل ايه؟ تروح تلعب في الاتش ار سي. مين الاتش ار سي؟ مركز حراره سيادتك اللي مظبوط على سيت بوينت زي التكييف زي اي ترموستات مظبوط على الحراره بتاعتك وليكن 37 صح؟ طب البروستاجلاندين المجرمه دي راح لعبه فيها نخليها 39. اضرب لك واقول لك حاجه واقعيه، اغلبنا لما بيجي له دور برد في اول دور البرد مش سيادتك بنفسك بتترعش. انت اخر الشيفرنج ده المفروض بيزود الحراره برغم ان انت سخن الوقت، نفسك عامل ايه؟ تترعش لان هذا المخدوع الاتش ار سي بالنسبه له التارجت بتاعه بقى كام؟ 39. فهيبذل كل جهد ان هو يوصلك لكام؟ ل 39 عشان يرتاح ويفتكر ان هو وصلك لمين؟ للنورمال. فاهمني ولا لا؟ فسنت تبدا ايه؟ تترعش ويحاول يرفع لك الايه؟ والحراره ويحاولوا يغطوك والكلام ده، صح كده ولا لا؟ لما انت بسيادتك بقى تاخد لي المسكنات بتاعتنا انت هتعمل ايه؟ هتقوم ضارب مين؟ الكوكس؟ هتقوم ضارب مين؟ البروستاجلاندين. صاحبك ده هيبدا يرجع يشوف الايه؟ الحقيقه صح؟ يقول لي خبر ابيض ايه ده؟ ده المفروض ترجع لمين؟ لكام؟ ل 37 وهي كانت 39. يلا بقى راجع معايا الفسيولوجي ازاي يا اتش ار سي بتنزل حراره؟ ابدا اعرق اعمل ايفابوريشن الفلويد ابدا اعمل فازودايلاتيشن يبدا يفقد الحراره بالراديشن صح ولا لا؟ يبقى دي كلام كويس. طيب ازاي بتعمل بين؟ ارجع لبتوع الفسيولوجي يقول لك البروستاجلاندين سخيفه بتقلل حاجه اسمها البين ثريشولد. يعني كلمه بين ثريشولد اللي هو الحد الادنى اللي احس بالالم هتقلله لك هتخليك كائن ضعيف اي حاجه تعمل لك وجع. ارجع معايا ازاي البروستاجلاندين بتعمل انفلاميشن؟ اسمع الكلمه دي حد كده يرجع معايا احداث الانفلاميشن. كان بيحدث انفلاميشن يطلع حاجه اسمها ميدييتور. البروستاجلاندين مهم العمل ميدييتور هيستامين وسيروتونين والكلام والبراديكانين لو تسمعوا عنهم. رقم اثنين ليه يا اولاد الانفلاميشن بيعمل وجع؟ ليه الانفلاميشن بيعمل وجع؟ علشان في حاجه اسمها النوسيسبتورز صح ولا لا؟ البروستاجلاندين السخيفه بتسنسيتايز النوسيسبتورز بتخليها حساسه قوي فمع شويه انفلاميشن تحس بوجع قد كده. فهمت الفكره؟ اديني مسكنات رائعه من اللي بتضرب البروستاجلاندين. اخبار النوسيسبتورز ايه؟ هتهدى شويه. فهمت دي ولا لا؟ طيب تسمع عن الماجيكو الساحر الكورتيزون؟ تسمع عنه؟ ده بيريح دماغه بيريح دماغه. سمع عن واحد اسمه فوسفولايبيز اي 2 بيقول له تعال تعال انت فوسفولايبيز اي 2 انت اللي عامل الكلام ده كله انا هعمل لك انفيجن بس كده. دي لقطه تاريخيه يعني دخل الكورتيزون دخل بيزود ماده اسمها اللايبوكورتين خلص الليله دي كلها خلص الليله دي كلها. مش كده لو عندك برونكيال ازمه وعندك اي مشاكل الكورتيزون بيعالج صح ولا لا؟ تمام حلو الكلام. حد عنده مشكله في الرسمه دي؟ الرسمه دي خلصت كل الكلام. انا هجري خلاص تعالى بقى نشوف باقي الكلام. ميكانيزم اوف نون ستيرويد والله ما انا عارف اقول الكلام ده ولا لا. بتمنع الكوكس تمنع البروستاجلاندين بانواعها المختلفه ايش البروستاسايكلين والثرومبوكسان اي 2 الناس اللي قاعدين قدام الكبار عارفين الفرق بينهم. مين كان بيزود بليت اجريشن؟ التاني بيقلل. مين فازو كونستريكشن؟ ثرومبوكسان. التاني فازو ايه؟ دايليشن. انواع الكوكس فكرني كده واحد كان كونستيتيوت فيسيولوجيكال كان بيعمل ايه؟ بيقلل اتش سي ال وبيعمل رينال فازو دايليشن. اما كوكس 2 ده مش موجود في جسمكم دلوقتي ده انديوسبل. انديوسبل يعني ايه؟ يعني لما تعرض سيادتك لاي انفكشن او انفلاميشن التوكسنز تطلع الانترلوكين والتن اف يزودوا هذا الايه؟ الكوكس يطلع بروستاجلاندين تعمل انفلاميشن. كان بيعمل ايه بقى؟ بيسنسيتايز مين؟ كان موجود مش موجود؟ مش موجود صح؟ لا انا حاسس كده. طيب مش مهم. موجود مش موجود؟ موجود مع تحت.
مع الافكت. طيب المهم احنا قلنا البروستاجلاندين اللي بتعمل انفلاميشن بتعمل ايه؟ هتسنسيتايز النوسيسبتورز وتزود الاكشن بتاعت مين؟ الميدييتورز. فعندك فوزا لاديشن وهوتنس وريدنس وايديما. كوكس 3 كان موجود فين؟ بيعمل ايه؟ بينه ايه؟ فيفر. طلع لي ادويه لو سمحت، طلع لي ادويه. في الاول اغلب الادويه بتاعتنا للاسف عاميه، عاميه يعني ايه؟ يعني نص الليكتر واحد واثنين وثلاثة. تتوقع مني بيشك منك المعدة والكلية. تمام، لما انتوا بلاتوا تنشنوا نشنتوا على مين؟ يا اثنين يا ثلاثة. عندك اثنين سيليكوكسيب روفيكوكسيب، دول مين اللي عندي انفلاماتوري. طب انا نشن على كوكس ثلاثة، ده اسمه مين؟ باراسيتامول. في عندك مجموعة الأسماء اللي قدامك اللي هي العائلات اللي قدام حضرتك اللي هي الساليسيليت اللي هي في النص الليكتب. أظن أول عائلة عندك اللي هي مين؟ الساليسيليت، وبعد كده عندك البيرازولون، البروبينيك أسيد دريفاتيف لابروكسين، الإيبوبروفين عندكم في البيوت اسمه البروفين، الكيتوبروف اللي هو الكيتوفان، الإندوميسيسين من الأقوياء جدا، السلنداك، الفينيميت، الديكلوفيناك. عارفين ده اللي هو مين الديكلوفيناك ده؟ فولترين والكتافلام والكتافاست، كل ده ديكلوفيناك. تمام؟ والاكزيكام، كل ده هيتشرح بالتفاصيل في الاخر، انا كده عشان كده ما قلتوش الوقت. تمام؟ تعالى بقى نبدا في رحله جميله مع اول عائله في النون سيلكتيف ساليسيليت. ساليسيليت ده اسم العيله، لان كبرهم المادة الخامس مثلا ساليسيليك أسيد، والله زمان يا أسيد ويا بيز يمتص في محيط، مثله ويفرز في محيط، عكسه. أنت عايز تقول إيه؟ لو سمحت الساليسيليت ده عيلة. الساليسيليت اللي فور سيستميك يوز، يعني إيه كلمة ساليسيليت فور سيستميك يوز يا أولاد؟ يعني يوصل الدم، شكراً. ماشي. طيب، فور سيستميك يوز، الكبير بتاعهم. فور سيستميك يوز، فور سيستميك يوز. الكبير بتاعهم مين؟ الاسبرين. انت كبرت بالشكل النهارده، اخيرا عرفت اسم العلم الاسبرين مين؟ اسيتايل ساليسيليك اسيد. في دواء قديم اسمه صوديوم ساليسيليت ساليسامايد ضيف للنسال، بعد الطلعه وتخرج مش عارف الاثنين دول ما حصل لهمش حاجه خلاص. ساليسيليت فور لوكال يوز، يعني ايه فور لوكال يوز؟ يعني مش للدم، للجلد اخرهم. الساليسيليك اسيد شخصيا ماده اريتنت احطها على الجلد عشان تاكل الكيراتين الزياده الوقت. وعندك الميثايل ساليسيليت، اقول لك الميثايل ساليسيليت ده ايه وانت هتقول لي يعني ايه؟ كاونتر ايريتنت. يعني كاونتر ايريتنت يعني هو ايه؟ زي فكره مين؟ الفيكس والحاجات دي اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل ايريديشن ويعمل لك بين غير البين اللي تحت. تمام. كاينيتكس، يلا يا سيدي خلصنا. قولوا انتوا الدواء ده اورالي من الابر جي اي تي، كل كلمه لها معنى. ابر جي اي تي حيث الاسيد بي اتش، فاهمني ولا لا؟ الاسيد بي اتش هيزود الامتصاص، بيتر ابزوربد من السمك واقعيا طبعا، لكن تعال نتكلم بقى كلام طبي اكتر. لكن مور ابزوربد منين؟ الجسم، حيث السيرفيس اريا ايه؟ اكتر، والتايم اوف كونتاكت اكتر. افهم اللي بيحصل ايه؟ وبيبدا امتصاصه للسمك، لكن اغلب امتصاص يحصل في اول جزء من الانتستين. سؤال للناس اللي لها في الطب شويه بعد ذلك، هو اول جزء في الانتستين انت متوقع البيش فيه اخباره ايه؟ لسه اسيدك صح ولا لا؟ بس شكرا. لان اكيد مستحيل البيش بينتقل مراحل منين؟ من الاسيد للايه؟ للبيز، بيبقى ايه؟ جرادوال صح ولا لا؟ فعشان كده اغلب امتصاصه بيحصل فين؟ في اول جزء من الانتستين. ليه اول جزء من الانتستين؟ في اللي انت عايزه، في اسيد وسيرفيس اريا ايه؟ اكتر. فهمت الفكره؟ يبقى انا بقول لك بيتر ابزوربت في السمك، موافقني؟ لكن مور فين؟ مور فين؟ في الانتستين. طبعا سيرفيس اريا وفاسكولاريتي. تمام؟ طيب ديستريبيوشن اوفر ذا بودي، لو ذاكر احنا شاطر السي ان اس، هيعدي ايه؟ بلاد برين بارير ويعدي البلاسينتا، وهنبدا نختلف في اخر الحصه انت تراتوجينيك ولا مش تراتوجينيك، وعليها خلافات كتيره. في البلازما والتشوز خلي بالك، انت اسمك اسيتايل ساليسيليك اسيد، هيقوم على طول ينزل بعد ربع ساعه ولا نص ساعه يطلع الساليسيليك اسيد.
افكرك بزمان، افكرك بزمان والله زمان يا بلازما بروتين اللي كنت بتحب مين؟ ساليسيليت وسلفونامايد بتحبهم قوي لدرجه ان هم يعملوا ايه؟ سبيس الاثرتكس. سبيس مين؟ الاثرتكس. خلاص ميتابوليزم مفيش مشكله عندي فيه، بيحصل له كونجوجيشن مع الجلوكرونيك اسيد والجلايسين يعمل لك ان اكتف ساليسيليك اسيد، اقل من 1% يحصل له اوكسيديشن يطلع ميتابولايت اسمه اكتف جينتسيك اسيد، ولا يفرق معايا. انا الفت نظرك بس ومشاعرك ان كلها ميتابولايت اسيدز، علشان في حاله التوكسيستي لو انت عايز تخلص من تبقى انت مدعمني في قراري اعمل ايه في اليورين؟ الكلانيزيشن يخلصك من الدواء بالميتابولايت بتاعته. تمام؟ بيطلع عن طريق الكليه، في منه صلايفة ومنه الجزء اللي عايزك تعلم عليه قد نحتاجه الكلانيزيشن اوف يورين بيعمل ايه؟ يزود الاكسكريشن بتاعه. ورجعك بقى للحته قديمه شويه قلناها زمان، الاسبرين من الادويه اللي برعتها التهاب بتاعه ايه؟ الاسبرين شخصيا انا قلت لك هو يا دوبك بيدخل اسبرين ربع ساعه يبدا يطلع لك مين؟ ساليسيليك اسيد. فهو التهاب بتاعه هو شخصيا صغير، مين ده اللي بيقعد في الدم؟ ساليسيليك اسيد. فاكر السمول دوز ولارج دوز؟ سمول دوز تتبع فيرست اوردر كاينيتك ولارج دوز تتبع زيرو اوردر كاينيتك. حد بقى يفكرهم بالكلام ده؟ يعني فيرست اوردر كاينيتك وزيرو اوردر كاينيتك؟ حد يقول لي الديفينيشن بتاع دي والديفينيشن بتاع دي. فيرست اوردر فيكسد فراكشن، فيكسد فراكشن، اما الثاني فيكسد اماونت. يعني ايه؟ كان الجسم الجسم كان مسيطر في الفيرست اوردر كره صغيره، فماشي بالنسبه ماشي معاك ب 25% ب 50% وات ايفر، لكن في الزيرو اوردر جسمك جاب اخره بيطلع كميه معينه في الساعه لانك مد جرعه كبيره. فاهمني ولا لا؟ حلو الكلام. يعني مش موضوع سؤال بيني وبينك، الكاينيتك عاده يعني احنا اتعلمنا فيها، مش شايف ان فيها حاجه بالنسبه لي خطيره قوي في الامتحان لو جيت فيها اي معلومه؟ بص مش صعبه، ما انت عارف ان هو الساليسيليك اسيد يبقى بيدوى ايه؟ اسيدك يبقى يمتص فين؟ وين ينزل في انهي يورين؟ دايناميك. قلت لي اعلى درجات الخطوره بالنسبه لك كطالب في اسئله ثيوريتيكال. فارماكو دايناميك. اجيب لك السؤال ميكانيزم اوف اكشن اوف ساليسيليك از انالجيستك انت انت بايريتك، ادي السؤال لوحده. ازاي بيشتغل كمسكن وخفض الحراره؟ او ازاي بيشتغل كانتي انفلاماتوري؟ ده السؤال اللي بيجي في الحته دي. لو سمحت ازاي بيش؟ اولا طبعا الله يخليك اوعى تنسى السطر ده. انت لما بيجي لك السؤال بتنزل بمشاعرك تحت وبتنسى الاجابه نص الاجابه اللي هي ايه؟ لما اقول لواحد فيكم ما ذاكرش الاسبرين بيشتغل ازاي؟ يقول لي بيمنع الكوبس، يمنع البروستاتا جلاندين، كان سيلكتف ولا سيلكتف؟ بس ده انا عايز اسمعه منك. اوعى تنسى الكلام ده. يبقى اكتبها بخط كبير او بروزها او تصور جنبيها ان هو بيعمل اسيتيليشن كيميائي للانزيم الريفرسبل. الوحيد اللي في العالم كلها كان ايه؟ الريفرسبل. انهبيشن للكوكس انزيمز واحد واثنين وثلاثه في السينس والايه؟ والبريفري. كيف يعمل كانالجيسيك؟ هتقول ولا اقول انا؟ كسنترال ميكانيزم لما انتم منعتوا البروستاجلاندين رفعتوا مين؟ الفين ثريشولد. طب وبريفرال ميكانيزم؟ اقول لك انتي انفلاماتوري اكشن قللتوا السنسيتيفيتي بتاعت مين؟ والريسبتورز. صح ولا لا؟ حلو. بيمنع البريفرال ميكانيزم بيمنع مين؟ البروستاجلاندين. يقلل السنسيتيفيتي بتاعت مين؟ النوسبتورز للهستامين والبراديكاينين والسيريتونين انتي انفلاماتوري. فيها مشكله مفهومه جدا. لو انت عارف البروستاجلاندين بتعمل وجع ازاي، تتوقع بيعمل بيضيع الوجع ازاي؟ يبقى لما اجي اقول لك انا عندي وجع في مفاصلي واديتني كتافلام او اسبرين، تعرف تقول لي بيضيع الوجع ازاي؟ ليك انت كدكتور حاجه تفهمها طول عمرك، سيبك من اللي انت هتحفظه. دايما تفكر ان هو هيشتغل على الحته دي وعلى دي. على الحته دي هيعمل ايه؟
هيقلل الانفلاميشن. يعني ايه هيقلل الانفلاميشن؟ هيقلل حساسيه مين؟ النوسيبتوز. وهيلعب هنا على مين؟ على الثريشولد. هيعمل فيه هيرفع البني ثريشولد. خلاص ازاي بيشارك انتي بايوتيك؟ انا فاهم الحمد لله. هيمنع مين يا ولاد؟ البروستاجلاندين. كمل اللي صنعها الانترلوكين والاذر سايتوكاينز. فيرجع من لطبيعته ال اتش ار سي. يعمل له ريسيتنج ري ادجست الهايبوثالاميك هيت ريبيتنج سنتر. يزود الهيت لوس. ازاي بقى؟ خد عندك اسمه بريفرال فاز راديشن. يزود الهيت لوس باي راديشن. بقول لكم من الحته دي طبعا فنجان القهوه السخن بعد 10 دقايق بيبرد ليه راديشن. اسمها راديشن صح كده. رقم 2 سويتنج هيت لوس باي ايفابوريشن التبخر. علشان اجيب فلويد للعرق والكلام ده كله يحرك الفلويد منين؟ من التيشوز لمين؟ للبلازما. خلاص سهل السؤال ده. يعني لما اجي في الامتحان انا يهمني تبقى فاهمه. لو انت فاهمه ان شاء الله لو ما ذاكرتوش هتعرف تكتبه. طيب الاسبرين مصر نعم يعني يحرك الفلويد ياخد فلويد من الخلايا والانترستيشال يديها لمين؟ للبلازما عشان يبدا يروح للسويت جلاند والكلام ده عشان ايه؟ يزود الايه؟ يعني يصير ديما او حاجه مش مش لدرجه بقى يشيل ديما. خدني ولا طيب مفاجئتين صعبين قوي المرض الاسبرين عمله. صعبين صعبين. توكسيك دوز اتوقع عند لما تاخد توكسيك دوز من الاسبرين الحراره تتوقع يبقى اخبارها ايه؟ لو انا يعني انا بفكر تفكير كرتوني كده لطيف. حبتها تنزل جدا بقى او نورمال وكلام من ده. مفاجاه مدويه الحراره توصل ل 40 41. خيانه. ايه اللي حصل؟ عمل انكبلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يعني بقى الكلمه دي؟ حد ليه في البايو؟ يعني بيعمل هيت فير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 
تعالى يا عم احنا بتوع الفرما ابسط من كده بكتير، الدنيا سهله. بيقول لك ايه؟ الجلوكوز لما كان بيحصل له اوكسيديشن يطلع الانرجي، الجزء بتاعها بيروح في الغرفه بتاع سيرتك في عملك كل حاجه، والجزء الثاني يروح لمين؟ للفوسفوريليشن، تحويل مين؟ ال اي دي بي الى اي تي بي. ده كان سيناريو متكرر، اوكسيديشن فلويد بمين؟ فوسفوريليشن قبل، صح لا؟ يجي الاخ الاسبرين بجرعه كبيره او توكسيك يقوم ضارب مين؟ الفوسفوريليشن، طلعت الهيت او طلعت الانرجي اللي راح هنا. طب والبيت عمل في ايه؟ يتخزن على هيئه ايه؟ هيت. يتخزن في الجسم على هيئه ايه؟ هيت. هسأل سؤال مبالغ، كيف تتعامل مع الهايبر ثيرميا اللي ناتجه مع التوكسيك دوز دي؟ زعل بس رفض بس ملهاش فقط الا كمادات فقط. طب ما ينفعش ده بره الصمود؟ لا غير 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 الراي ده، غير حكايه 40 غير. طب لو 39 ها صح صح. العمليه هنا مش عمليه سنترا، مش عمليه اتش ار سي خالص ولا بروستاجلاندين. العمليه كانت فين؟ بريفرال هيت برودكشن. حد يقول لي في مره قعدت عليها في المنهج ما كانش ينفع برضه الا كمالات اتروبين. في اثنين في مره قعدت عليك في المنهج ما كان لهمش حد الا كمالات، اللي ما كانوا مين ومين؟ اتروبين و والاسبرين. لان الاثنين المشكله مش في مين، مش في السنتر ولا بروسا جلاندر ولا الكلام ده. ماشي يا ولاد؟ حلو الكلام. بص بجد والله عمره ما كان كده، بس ركز بقى. طيب تعال نكمل رحلتنا مع المفاجات السيئه للاسبرين بالتوكسيك دوز. انت جابا، والله زمان يا جابا. جابا ده انهبيتوري. طب روح الصفحه الثانيه ممكن تلاقيها ولا حاجه. شالوها؟ بس مكانها موجود صح؟ مكانها موجود. لو انت لا 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 موجود موجود. بص هي مكانها موجود عندكم بس جل من لا يسر. زودها. ما انتوش ملاحظين ان في جاب عندكم ما بين هنا وهنا؟ ملاحظين ان في جاب؟ جل من لا يسر. توكسيك دوز انتي بابا. نحن لا نزود عن الكتاب يا دكتور. احنا نشرب بس. توكسيك دوز انت جابا. اصل ده هتريحني لما اقول لك العيان اللي هيجيلك متسمم بالاسبرين ممكن يجي عنده تشنجات. ده تفسير نو انت ايه؟ انت جابا. خلاص؟ طيب
يبقى لو سمحت بعد اذنك كيف يعمل الاسبرين كمسكن منخفض الحراره؟ حد هيقدر يقنعني بالاجابه؟ حد يقول لي اكسبلين ميكانيزمك از انالجيسك. حد يجاوب؟ ها حد هيجاوب؟ ها حلو، كان نفسي اسمع الاجابه بتاعتك دي كلها. هياخد نص درجه. عرفت انا مصر من ده غصب عنك هتندفع بعواطفك وتقول الكلام الحلو الجميل بتاع ايه سنترال وبريفر والكلام الحلو، بس هتنسى الكلام السهل جدا اللي هو كان مين. فلو سمحت السطر ده اول ما تشوف كلمه اسبرين في الامتحان تقوم كاتبه هو كده وخلاص. يمكن ده هو الاجابه مش الاجابه اكتبه وخلاص. الاسبرين لو جاء اي سؤال فيه كام ميكانيزم لا اشوف كلمه ايه كوكس بروستا جلاندين كوكس بروستا جلاندين وبعد كده كل كلام بقى جاي بعد كده خلاص. طيب لو سمحت كيف اعمل كأنتي انفلاماتوري؟ احنا يا عم طبعا انتوا دلوقتي طبعا بتكلم مع خبراء باثولوجيا خلصت الترم الاول واخد شابتر انفلاميشن فطبعا عندهم من العلم ما يكفي في علم الانفلاميشن ما يكتب بيه مجلدات صح؟ فجميلكم قوي. المهم يا عم انا هلخص الانفلاميشن احنا ابسط من كده بكتير والله. احنا بالنسبه لنا عشان نشوف الفرق الانفلاميشن بالنسبه لنا شويه ايه؟ شويه ميديتور واحد اسمه بروستا جلاندن وواحد اسمه برادكاينين. لمعلوماتك البرادكاينين ده كان بيعمل ايه؟ فازا ديليشن وإديمة وفيه صح. وكان عندنا واحد انزيم عظيم اسمه هيالو يورينيديز ده اللي بيخلي حضرتك يكون لو عندك التهاب في مفصل ولا حاجه عندك افيوجن ويخلي الانفلاميشن ايه يبدا ينتشر مش لوكاليزيشن صح الكلام. ده اللي بيخلي في عندك افيوجن وإديمة. حلو الكلام. في عندك خليه لطيفه جدا 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 اسمها لايزوزوم كان جواها عيال صغيره كده اسمهم ايه؟ بروتيوليتيك ايه؟ انزيمز. مين اللي علموك اول ما بيحصل انفلاميشن بيحصل له مايجريشن؟ مين؟ الماكروفيج وايه والنيتروفيل صح ولا لا؟ الكلام ده كله كان بيكلف جسم سيادتك طاقه اي تي بي صح الكلام؟ لما اجي اقول لك الاسبرين ازاي بيعالج الالتهاب تبص على الرسمه وتقول لي يبقى بقى بالراحه كده. لما اجي اقول لك الاسبرين بيعالج الالتهاب ازاي تقول لي يا دكتور اول حاجه بيعملها بيقلل البروستاجلاندين. بس البروستاجلاندين دي عليها حدوده عليها قصه لان فيها مفاجاه الوقت. تعال نكمل التانيين. بيمنع الكاليكرين انزيم لو تفتكروا كان الاسبرين من الحاجات اللي بتمنع تصنيع الكاينينز لو نفتكر. بيمنع البي والفازا اللي كانوا قديمه. بيمنع المايجريشن بتاع البوليمورف والماكروفيج. بيستابيلايز اللايزوزوم لو سمحت فيقلل الريليز بتاع البروتيوليتيك انزيم اللي كانت بتعمل سيل ايه دف. لو سمحت هيمنع الهياليورونيديز انزيم يقلل الكابيلر بيمابيلتي يقلل السويلنج والاديمه والجوينت ايه فيوجن. بجرعه كبيره ممكن يعمل انكابلنج للاكسيديتيف فوسفوريليشن بس مش لدرجه الفيفر والكلام ده. تمنع مين؟ الاي تي بي برودكشن. ايه بقى قصه البروستا جلاندين؟ وجدنا مفاجاه غريبه جدا. تقول لي ايه المفاجاه؟ ما انا عارف ان هو بيمنع الكوكس فيمنع البروستا جلاندين. اقول لك لا، ده لما باخده بجرعه كبيره يزود حاجه اسمها الاي سي تي اتش. تسمع ده اللي هيزود مين في جسمك؟ كورتيزون اللي يزود اللايبوبروتين اللي يضرب الفوسفو لايبيز اي 2 اللي يمنع الليله من اولها. علشان كده حضراتكم لما اجي اقول لكم انا عايز الاسبرين كانتي انفلاماتوري احدكم هيرفع ايده ويقول لي يا ريت يا دكتور بلارج دوز عشان استفيد من هذه الميكانيزم. خلاص يبقى يقول لك بيمنع البروستا جلاندين دايركت وان دايركت فتقلل الاكشن اوف انفلاماتوري ميديتور زي الهيستامين والكاينين والكلام ده. بيمنع الكوكس 2 فيمنع البروستا جلاندين والكلام ده. يبقى وبجرعه كبيره يزود مين؟ اي سي تي اتش يزود الكورتيزون يزود اللايبوكورتين يمنع مين؟ فوسفولايبيز 2 يمنع الاراكيدونيك اسيد يمنع مين؟ البروستا جلاندين. فهمنا الفكره؟ يبقى لما اجي اقول لك كيف يا
يعمل الاسبرين كانتي انفلاماتوري؟ عايز اجابه. تتخيل معايا بيمنع البروستاجلاندين، بيمنع المين؟ البراديكينين. ها بيمنع الهيالورونيديز، يستابلايز مين؟ اللايزوم، يمنع الماكروفيج ويمنع الاي تي بي. بس البروستاجلاندين اللي انتوا علقت عليه ها دايركت وان اندايركت. حلو الكلام. السؤالين دول في منتهى 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 الخطوره وسهلين ان شاء الله ما يتنسوش باذن الله. طيب باقي الاكشنز عندك على الكارديو فاسكولار مفيش اكشن تقريبا. الثرابيتك دوز نو افكت. التوكسيك دوز يعمل فاز دايلاتيشن مفيش. شالوها ولا موجود؟ يعمل هايبوتنشن. وفي لقطه تاريخيه كتبك حب يدردش معاك ويفضفض معاك يقول لك احنا نستعمل الاسبرين في الروماتيك فيفر. حلو. احيانا قد يحدث مع الروماتيك كاردايتس او فيفر هارت فيلير. فاحنا عندنا دوائين، دواء اسمه اسبرين ودواء اسمه صوديوم ساليسيليت. عرفوا ايه صوديوم ساليسيليت؟ واحد عنده هارت فيلير، انت بقى بسنسك عندك سنس كلينيكال، دواء اسمه اسبرين ودواء اسمه صوديوم ساليسيليت، تحب تستعمل مين في هارت فيلير وما تستعملش مين؟ ده كانت قصه الجمله رقم 3 والفضفضه من كتابك مع دواء اصلا ما عادش بيستعمل اسمه صوديوم ايه ساليسيليت. فضفضه براحتك. بعض الطلبه المتشدده انت مش منهم بيشتموا الكارديوفاسكولار اصلا سابنهم خلاص. على الريسبيريشن او النبي تكير تكير اكتب لي عليها ثيوريتيكال لو حبيت اغلس عليك في الامتحان اصدق فيها في الامتحان. كلام من انواع الفراغ او جايب لك سؤال اقول لك كل الاسبرين بيعمل ايه في الريسبيريشن. انت سيرتك تقول لي سمول دوز ما بتعملش حاجه خلاص تاخد ربع الدرجه. طب والباقي يا ابني ما فيش. لكن انتوا عندكم الاجابه بيني وبينكم اللي بصراحه هي اهم واحده. اخبار وعى البرونكاي. نعم الحركه دي شفت منين؟ من كوكس لوكس يعملها برونكي الازمه في الجماعه الاي الازماتيك. لو سمحت لي رقم 4 عندكم مين بريست مين برونكي الازمه دي اهم واحده على الاطلاق لان هيعمل ايه شفت من كوكس لمين لوكس يعمل ليكوتراين. هنا بقى بجرعه كبيره الاسبرين بدا يعمل تفرقه عنصريه بين العيال والكبار. مع الكبار بدأ يعمل حاجة غريبة جدا. بدأ ينبه أول ريسبيراتوري سنتر سواء الدايركت أو عن طريق زيادة الكربون دايوكسيد يعمل هايبر فنتيليشن. الناس بقى اللي لها في الطب شوية هايبر فنتيليشن يعمل لك وش أوت لمين؟ كربون دايوكسيد. يحصل لك الكالوزز جاي من اللنج بس اسمها إيه؟ ريسبيراتوري الكالوزز. اطمن اطمن عندك جدن حلوة تعمل لها إيه؟ كومبنسيشن. انت بقى تبان الالكالوزس دي لو الكدن فيها ايه مشكله. يبقى في الكبار عمل الكالوزس. ليه بقى؟ لانه في الصغار هيعمل اسيدوزس. خدش بالك هو بيعمل اسيد بيز ديستربنس. اسيد بيز ديستربنس. ليه بقى في الصغيرين بيعمل اسيد بيز؟ بقول لحضرتك ممكن يؤدي الى لخبطه في الكربوهيدرات ميتابوليزم ويبدا يزود اللاكتيك اسيد برودكشن. خلاص الكلام ده ما يبانش في الكبار. عندك الكل ريزيرف محترم يتجاوز الحته دي. خلاص يبقى لو سمحت الاسبرين على الاسيد بيز هيميز بين الكبار والصغار. مع الكبار عمل ايه؟ ريسبيراتوري الكالوز ومع الصغار عمل اسيدوز. وخلي بالك من شفت منين لمين؟ كوكس. في بعد كده عندك جاي مين على نور اكشن جي اي تي. سؤال للناس اللي معايا صديق ولا عدو؟ ليه؟ طبعا ضرب لسيادتك مين؟ بروستاجلاندين صح كده؟ رقم 2 يبقى بشكل عام ضرب البروستاجلاندين. رقم 2 الساليسيليك اسيد شخصيا اريدنت اريدنت. فبناء عليه عينك هيقول لك خمس كلمات نوزيا فوميتنج بين ألسر ويخوفي. يخوفي لو حصل منها بليدنج وهيتفسر لك كمان شويه. يخوفك لو حصل بليدنج مع العيال ده. تمام. طيب ليفر هيدروكلوريتك يزود الميه في البايل مالهاش سيجنفكنس عندك قوي. بيزود الادرينالين يزود الهيباتيك جلايكوجينوسيس مالهاش سيجنفكنس. لكن رقم 3 دي كانت دي الضربه القاضيه في تاريخ الاسبرين كله.
انت بتهتم بتاريخ الاسبرين كده بتتفرج على مبيعاته ده وصل للبيك وفي لقطه تاريخيه بسبب دكتور اسمه ري كات الارض. مين عم ري ده بقى؟ دكتور اطفال ظريف جدا 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 بس كان خبر ملاحظه. الراجل كان بيستعمل اسبرين كخضر الحرام مش هو كان خضر الحرام محترم. فجاله طفل عنده دور برد اللي هو ايه؟ اللي هو كومون كولد اللي هو فاير انفكشن خلاص. فالراجل ببراءة يحسد عليها عادي جدا قام مديله ايه خفض حرارة؟ اسبرين. بعدها بيومين ثلاثة الواد جاله ما يشبه كونفالجنز وانكفالوباثي وماركت هيباتوتوكسيستي. ايه السبب؟ ما نعرفش. فالراجل اكيد ما ربطهاش بالاسبرين. بس الموضوع اتكرر بعد فترة مع طفل اخر بالشيكن بوكس. قالك لا في حاجة غلط. الحاجة الوحيدة المشتركة بين الاتنين كانت ايه؟ طفل وفيرال انفكشن واسبرين. بدأ يقول الكلام ده في المؤتمرات والكلام ده بدأت الناس تقول تصدق على كلامه وتم الإجماع على إن هذه حقيقة. طيب تريات طفل فيرال انفكشن اسبرين انكسبلين هيباتوتوكسيستي ان انكفالوباسي. لك أن تتخيل بقى لما الـ FDA والـ WHO يقول لك لو سمحت ما تديش اسبرين أقل من 18 سنة الا لما تتاكد ان مفيش فيرال انفكشن. انت عندك الجرأه تعملها معايا الا لما تكون مضطر قوي للاسبرين. انت متخيل ان انا لما اسحب مبيعات دواء احرم دواء من كل العيال اللي اقل من 18 سنه فئه غير قليله في استعمال الادويه اللي هم اطفال. مين الدكتور اللي هيجازف بتاريخه ويدي دواء لولد افكر عنده فيرال انفكشن بالك انت صح ولا لا؟ فدي كانت ضربه قاسيه لمين؟ للاسبرين الاطفال اللي عندهم فيرال انفكشن واقل وعندهم ايه؟ واخدوا اسبرين. تكير من هذه المعلومه دي من اخطر المعلومات على الاطلاق في الاسبرين. تمام؟ حلو الكلام. على الكدني صديق ولا عدو؟ قول انت. ليه عدو؟ اصل قلل البروستاجلاندين اللي كانت بتعمل فازولاتيشن. يا فرحه بقى الناس اللي بيعملوا فازوكونستريكشن في جسمك انجيوتنسين ونور ادرينالين بقوا لوحدهم ان اوبوزد يعملوا فاز كونستريكشن يقللوا لنا البلد فلو. على اللونج ران توقع ان الكدني يبدا يبقى فيها باثولوجيكال تشينز ولا حاجه نفروباسي تبدا تعاني على اللونج ران. على اليوريك اسيد وهناك اعجب علاقه قد تمر على سيادتك. الساده الحضور عارفين من اليوريك اسيد؟ ده يعني لو زاد في جسم سيادتك يعمل مرض الايه؟ الجو. اليوريك اسيد مكان خروجه من جسم سيادتك افكرك في البروكسيمال كونفليتيبيول. اليوريك اسيد كان ليه سايكل كده غريبه شويه ان كان بيحصل له ري ابزوربشن ذن ري اكسكريشن. ري ابزوربشن ذن سكريشن. يقوم راجع الدم وبعد كده يحصل له ايه؟ سكريشن. الاسبرين علاقته باليوريك اسيد تلفت النظر تماما. لو انت بتاخد الاسبرين الجرعات العاديه او سمول دوز زي الطفل يمسك في الاسبرين في الدم يقول له والله ما انت ماشي يمنع خروجه من الجسم. دي كارثه بالنسبه للمريض ليه؟ الجوي. على عكس بقى مين؟ الجرعه الكبيره. الجرعه الكبيره بيرفكت تطرده في اليورين. لما تنزله في اليورين بيسموا الكلمه دي يوريكوزوريك. اسمها ايه؟ يوريكوزوريك. سؤال يبقى لو جالك مريض جوي وعندك جرعه سمول ولارج ياخد مين؟ يبقى اللي بيعاني لارج دوز اللي هيورس سمول دوز. دي مهمه. لو سمحت امسكي كتير عليا امسكي هان لسمول دوز هتمنع الاكسكريشن هايبروسيميا وورس للجوي بجرعه كبيره. بس انا هلفت نظرك ومشاعرك. شايف الجرعه دي 5 جرام القرص 300 مللي يعني بكلف كام قرص؟ 15 قرص. لما اقول لك 15 قرص انت المفروض تطلع منها بعد ايه؟ الدواء ده امن ولا توكسيك؟ اللي بيقول لي توكسيك دول يعني عندهم ضمير. يعني انت كدكتور بتكتب بايدك 15 قرص يبقى دواء توكسيك. دواء امن جدا. بس انت في نفس اللحظه انت الجرعه دي كافيه ان شاء الله مع شهر واحد تجيب خرم في المعده. عشان تعالج ايه؟ نقص. ده كلام نظري. مش عايز حد يبهرني
يقول يا دكتور انا ان شاء الله بعالج النقرس ب 15 قرص يوميا من الاسبرين موجوده في الدايره. قال له بارك الله فيك. طب ومعده العيان؟ لا يا هم اهم حاجه عالج مين؟ صباع رجله. نعم يا مهند. روح يا مهند. روح يا مهند. طب الجيم الجيم هتخرج مين؟ المهم يوريكو زوريك. يوريكو ايه؟ يوريكو زوريك اللارج دوز. يوريكو زوريك حلوه الكلمه دي. الكاناليزيشن اوف ايه؟ اوف يورين. طبعا انت عمال تنزل لي اسيد كتير يوريك اسيد، يا ريت تعمل ايه في اليورين؟ الكاناليزيشن. على اليوترس اخباره ايه؟ انا عايز واحد بس عنده ثقافه طبيه يقول لي ما عليك البصه جامده من اليوترس. كانت الميزوبروستول ممنوع فين؟ في الحمل صح ولا لا؟ يبقى ده بيعمل ايه في اليوترس؟ يريلاكس. اسمها ايه؟ توكوليتك. اسمها ايه؟ توكوليتك. بيقول لك ممكن يديني الليبر. السؤال بس اللي جاي احنا قلنا بس عشان اتاكد بس احنا كنا قلنا عكسها ايه؟ توكوليتك اوكسيتوسك. اه طيب بلاد اكتب عليه هام ثيوريتيكال هام. على البلاد بيعمل حاجتين حلوين وحاجتين وحشين. نبدا بمين؟ وحشين. ده كلهم مجتمعين على كده ليه؟ بتحبوا تحلوا يعني ايه وجهه نظركم؟ نبدا بالوحشين. هي غريبه بس انا اول مره اشوف اجماع من الناس كلها على راي واحد. طيب ساكن نبدا بالدغن عادي يعني. انا هبدا بالحلم. افتح نفسك. اول واحده ملهاش يعني ملهاش معنى قوي. مش انت اولاد لما بتيجي تعمل صوره دم الواحد عنده اي التهابات في حاجات بتبقى في تحليل في الدم زي سمعت حاجه اسمها ايه؟ السار اريثروسايت سيدمنتيشن ريت. الليوكوسايت بتبقى عاليه. فلما سيادتك واحد عنده التهاب عنده الحاجات دي زياده لما ابدا اديله اسبرين اخبار الحاجات دي هتبدا ايه؟ تقل. ده نورمال. الكلام ده هيبقى في صوره الدم. سيبك منها ماشي بس خلي بالك هو بيقللها بس عمره هيوصلها لايه؟ الليكوبينيا. يعني هيتعامل معاها زي ما بيتعامل مع الحراره بالظبط معايا. لكن كلكم يعرف المعلومه الخطيره رقم ثلاثه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ بيمنع البليتلت اجريجيشن صح؟ بجرعه كام؟ سمول بقى اللي هي اطفال اللي هي 75 ل 150 مللي جرام. بيمنع مين بقى؟ البليتلت ثرومبوكسان اي 2. بيمنع مين؟ الثرومبوكسان اي 2. فاكرين كده ولا لا؟ تمام. ده الجانب المشرق. الجانب المظلم الاسبرين في ال ال لارج دوز فور لونج ديوريشن يبدا يتلوث يبدا يتجنن ويروح يتقمص دور مش دوره. يبدا يروح يتقمص دور عمك الوارفرين. فاكر الوارفرين؟ ويروح يتخانق مع فيتامين كي. فيتامين كي ده كان هم متصلين مين؟ 10 و9 و7 و2 بروثرومبين. تفاجأ ان بعد فتره مين بدا يقل عند العيان؟ بروثرومبين بدا يبقى عنده بليدنج. فاكر لما قلت لك يخافك من ايه؟ من الالسر اللي حصل منها ايه؟ بليدنج. تمام؟ حلو الكلام. هايبو بروثرومبينيميا. الاسبرين من الادويه المتورطه في حالات هيموليسيز في المرضى بتوع الفافيزم. هو ايه الفافيزم ده لما اقصده؟ انيميا الهول. كنا بنسميها ايه في ال كنا بنسميها في الجنرال لما اديك دواء يعمل لك اب نورمال ريسبونس بسبب الجينيتك اب نورماليتي عندك الايديو سينكريس. يبقى انت هنا في البلد طلعت لي اثنين كونترا انديكيشن. الناس اللي عندهم سيوله بليدنج تندنسي والناس اللي عندهم انيميا الفول ممنوع ياخدوا ايه؟ اسبرين صح ولا لا؟ حلو الكلام ده كلام كويس. لوكال اكشنز. على مستوى اللوكال اكشنز الساليسيليك اسيد شخصيا كيراتوليتك. ياكل الكيراتين الزياده لما يكون عند حضرتك حاجه اسمها الكورن اللي هي القلو ما اعرفش عارف اسمها ولا لا. سيادتك لما بتقعد تعمل كرونيك اريتيشن يبدا الجلد يحصل فيها هايبرتروفي. هقول لك حاجه سيادتك عند صباع في الحته دي عند اي طب في كليه الطب تجد في هنا عنده في هنا حاجه تناسب تناسب طردي مع الدح والمذاكره. تمام؟ في بعض الطلبه دي عندهم دي وما جنبها صباع. خلاص؟ فدي مع كورونيك اريتيشن. لما بتجيب تشوز جديد ويكون ضيق والجو بتاعك ده وتفضل لغايه لما يحصل لك قلو زياده حاجه الكيراتين زياده. انا عايز اكله اديك حاجه ايه؟ اريتانت. كيراتو ايه؟
ليتك خلاص تمام. رقم 2 فانج ستاتيك بيموت الفانجاي وادي سيبتك مطهر. الميثايل ساليسيليت، الميثايل ساليسيليت ايريتنت. انا فاكر ان انا الامتحان اللي انا عامله لك هعلقك في سؤال في اللقطه دي وهضحك عليك فيه. اجيب لك سؤال في الحته دي ونصكوا بيقع فيه خلاص. هجيب لك سؤال في ده عشان بس اطلع العيال اللي عندها ضمير يعني بيكروت في المذاكره. هقول لك الساليسيليك اسيد بيستعمل كايه؟ كانالجيسيك ولا انتي بايريتك ولا انتي انفلاماتوري ولا كيراتوليتك؟ قلت لك في ثلاث اجابات صح يا دكتور. وبيبقى منزعج قوي. الساليسيليك اسيد شخصيا هو ايه؟ يلا حرقت السؤال مش مشكله. خلاص؟ دي المره اللي جايه في الامتحان الساليسيليك اسيد. خلاص؟ لما اجي اقول لحضرتك therapeutic uses of salicylate. therapeutic uses دي يعني اقول لحضرتك احنا ممكن نجيب طفل صغنن ظريف يجاوبها. ليه؟ اول حاجه اللوكال يوزز انا مش هقولها. انا قلتها خلاص. salicylic acid keratolytic fungistatic antiseptic. keratolytic في الكورن والورت ده الزوايد الجلديه. بنحط salicylic acid في كولوديوم هتقف المحنات العملي لانه من انواع الدوزج فورم كده زي مرهم او حاجه زي كده. في فانج ستاتيك في التنيا وفي سكن لفانجال انفكشن. فانجال انفكشن انتسبتيك في ناس عندهم هايبر هيدروزيس عشان ما يبقاش عم يعملش انفكشن. خلاص؟ طيب طبعا اكيد بتدي معايا ايه؟ بودره التلك ليه؟ بتمص الميه خلاص؟ العرق كتير. مين قبل كده عالج العرق كتير؟ ميثايل ساليسيليت اويل اوف وينتر جرين. طلع جوجل اللي جواك وترجم الشتاء الاخضر. ايوه واحمر واصفر. اويل اوف وينتر جرين هي اكيد طبعا طبعا اكيد مش زيت زيت الشتاء الاخضر خالص لان الشتاء ملوش انواع الوان. هي حاجه اسمها زيت خضره الشتاء. خلاص في فرق في فرق بين الكلمتين اتوقع. زيت خضره الشتاء خضره بتطلع في الشتاء غير الشتاء الاخضر خالص. اي مكان ده كون ده ايضا في الارثرايتس والمايوسايتس. لما اقول للواحد قول لي سيستميك يوزز اوف اسبرين انا هنا يقول لي ممكن يستاذن يروح لاخوه الصغير قول لي يا ابني بنستعمل اسبرين في ايه؟ يجاوب الكلام اللي موجود في كتابك. قول لي الاسبرين بيستعمل كايه؟ من غير ما نبص في الكتاب. انالجيسك، انتي بايريتك، انتي انفلاماتوري، انتي بليتلت. انا خلصت. ما هو انالجيسك اول حاجه انتي بايريتك. لو سمحت يا رب بيعالج السخونيه مش بيعالج البكتيريا الانفكشن اللي كان سبب السخونيه ولا حاجه. هو اخره ايه؟ نون سبيسيفيك منكوزال. يعني بيعالج اي فيفر تقابله ومش بيعالج الايه؟ السبب. انالجيسك يا ترى هو بتاع مايوكارديال انفاركشن تيرمينال كانسر والكلام ده كله ولا في المايلد سوبرفيشال بين زي الهيديك توث ايك مايالجيا ارثرالجيا. فاهمين كده كله ولا لا؟ هيديك توث ايك اللي هو ايه؟ مايالجيا عضلات ارثرالجيا مفاصل نيورالجيا. هنا بقى هنفتح الحوار في كلمه خطيره ديسمينوريا اللي هو البينفول منستويشن الوجع اللي مع الدورة الشهرية. هينفع ولا مش هينفع؟ Very effective. Very effective. بالظبط كده. هي معادلة مزعجة. لأن لو كان السبب الوجع انقباض الرحم نتيجة البروستاجلاندين، صح بقى مين عارف البروستاجلاندين؟ بيقللها. بس في نفس الوقت ممكن احتمال يزود البليدنج. معادلة صعبة. فأنا هروح لإخواته بقى للأدوية التانية اللي مفيش ريسك البليدنج. خلاص؟ طيب. كده في الثلاثة دول رقم ثلاثة الكومون كولد وانت عندك دور باب يخدمك في الايه؟ في الفيفر، في الهيدك، في المايالجيا اللي عندك، في الجوينت بي. الثلاثة نعم. هو بيتاخد في الهايبرتنشن ولا لا؟ ليه في الهايبرتنشن؟ الاسبرين؟ ليه؟ مش عارف هو بيسأل يعني. ليه؟ يفيدني في ايه؟ بروفلاكتيك. في التوكسيك دوز ممكن يعمل هايبرتنشن. بس انا اعرف في ناس بياخدوا في هايبرتنشن بيجيبوا اسبرين.
بيبي اسبرين. بقى عند الانتي بليتلت اللي بيبي اسبرين للجرعه الصغيره كانتي بليتلت اللي هو غالبا عنده هايبر تنشن وعنده ريسك فاكتور الاثروسكلروز والكلام ده. فانت بتاخده كانتي بليتلت. تمام؟ هنا في الثلاثه دول خد الجرعه العاديه اللي هي ايه؟ قرص ثلاث مرات يوميا، قرصين ثلاث مرات يوميا اللي هي الجرعه العاديه. تعالي بقى هنا كانتي انفلاماتوري. في الروماتيك فيفر يعالج لك الارثرايتس. شوف الجرعه المرعبه دي، شوف الجرعه، شوف الجرعه دي 6 ل 12 جرام. اضرب يا ابني 12 جرام القرص في قرص 300 في قرص 500. خلينا في القرص اللي هو 500. يعني اقسم على 2، يعني انا بقدر في 2، يعني ممكن اوصل 24 قرص في يوم. اكيد طبعا مش هاخده مره واحده، فياخد 1 2 جرام كل 4 ساعات مع بعض مع كوبايه لبن مع ربع رغيف مع الكلام ده كله. هيعالج الفيفر والارثرايتس. انتوا عارفين الرماتيك فيفر اخدتوها لسه؟ تمام. يعالج لك الفيفر والارثرايتس والال اس ار والليكوسايتوزس. على كلام كتابنا يعني مش لعبته قوي الكارديتس ولا الكوريه اللي بتحصل ولا الكوتينيوس نديول. انا بكلم ناس فاهمه الرماتيك فيفر ميجر كرايتيريا ومانيو كرايتيريا والكلام ده. هتكلم ده ولا لا؟ طيب اخدوها هم مثلا. روماتويد ارثرايتس، هو ايه الفرق بين الروماتيك فيفر والروماتويد ارثرايتس؟ هيقولوا مين والثاني؟ لا كلمني كلينيكال المفاصل. الروماتيك فيفر بيحب المفاصل الكبيره، لكن ده بيحب المفاصل الصغيره الروماتويد بتاعت الهاند والفيت والكلام ده. لكن الروماتيك فيفر خد عندك بقى الايه؟ الالبو، الني، الحاجات دي كلها. خلاص؟ ده كلام كويس. كرونيك جاوت، انت شايف الكره برضه عامله ازاي؟ السؤال كده غير فلسفي، حد يعلق. الاسبرين كانتي انفلاماتوري سترونج ولا ويك؟ ليه؟ حد يعلق، انا عايز حد يعلق على بيس فارماكولوجي. هل هو بوتنت ولا ويك انتي انفلاماتوري؟ مش طيب. هو بوست رونج عشان بيشتغل ستاندرد كمان بيشتغل دايركت محتاج لوش دوز. ايوه تمام يتكلم. يبقى شكرا شكرا. في حد ما غلبش مشاعره. اقول لكم عشان ايه الريفرس والكلمه كده ايه شفتكم قوي. انت بتشوف شايف الجرعه. احنا اتفقنا في علاقه عكسيه ما بين البوتنس والدوز. كل ما بيزود الجرعه قوي معناه ان الدواء بتاعك ده ايه؟ صح لا؟ يبقى مش انتي انفلاماتوري قوي. مش انتي انفلاماتوري ايه؟ خلاص كده تمام. في الكرون الجاوت الله يرضى عنك حذاري في الشفوي. تقولها استاذ في الشفوي لو بفرض ان الكلام اتفتح وقال لك الاسبرين بيستعمل في ايه؟ مش عايز ابهارات تبعت لي على الوتر وتقول بيضطهدونا. يا ابني ما انت داخل تقول له كرون الجاوت. يعني بيقول لك الاسبرين بيستعمل في ايه؟ تقول له جاوت. طب الجرعه كام يا ابني؟ ان شاء الله يا دكتور 5 ل 8 جرام في اليوم. طيب حضرتك حضرتك هتعمل قرحه في المعده بس اهم حاجه صبرك له ايه؟ هيخف؟ لا طب خد بالك ماليش دعوه. ما تقلش في الشفا والله يخليك. اتقال بقى بعد ضغط نفسي رهيب. قلت السبع سمات تانيين وي كمان وي كمان وي كمان. تقول له والله قرات مرات في كتاب الاسم ان هم قالوا كرون الجوت بس انا قلبي مش مرتاح لها. خلاص انت بليتلي لو انت طالب بامانه مطلقه نتكلم بقى بجد 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 الاسبرين شخصيا بيستعمل في الطب. هو في واحد فيكم لما بيسخن او عنده او عنده صداع بياخد اسبرين؟ اتكلم بقى بجد لا. لكن انت بليتلت لا ده رقم واحد. انت بليتلت ده اهم واحده. بروفلاكس اجريس مين؟ ثرومبومبوليك ديزيز. رقم 8 بقى حتى هذه اللحظه بيحاولوا يجروا في تفسيرها. يعني هم لاحظوها بيحاولوا بقى يفسروها. قال لك ان الناس اللي بتاخد اسبرين اقل عرضه من غيرهم لمين؟ للكانسر كولون وريكتال. ممكن احنا لما كانوا بيقولوا ان البروستاجلاندين ليها دور في الانجيوجينيسيس فكان ده بقى جاي بقى ريتروجريد. فلما هتقللها هتقلل الانجيو ايه؟ جينيسيس. تمام. في الالزهايمر ديزيز، في الراديشن انديوز بياريا، في الكاتاركت. كاتاركت ليه؟ تمام. لو سمحت الاستعمالات بتاعته بيجي لك سؤال. السؤال المتوقع دايما all the form are used except. هجيب لك استعمالات except. دايما 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 من اكتر الحاجات اللي بتيجي في التفاصيل الحته دي اللي هي الانالجيسك.
اكشن هي اللي فيها تفاصيل تمام. بريباريشنز هو العنوان الاقل اهميه يمكن في الاسبرين كله. ما فيهوش حاجه بالنسبه لي يعني تعنيني قوي. الاسبرين في منه اقراص سيمبل تابلت سوليبل تابلت مايكرونايز افرفيزنت اللي كانت ايه فوار بفر اللي بيتحط عليه انتاسيد عشان المعده صوديوم ساليسيليت فيري ايريتنت لازم تاخد عليها دي انتريك كوتد انتريك ايه كوتد. في دواء اسمه داي فولونيسال. الدواء ده غريب جدا 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 عارف ليه؟ الدواء ده انالجيسك ومش انتي بايريتك. ده الكلام ده لو جيت تركز في الكلام ده هيبدا يطلع لك معنى كده ان كوكس 3 ده مش نوع واحد صح. هو انالجيسك ومش انتي ايه؟ يعني مش انتي بايريتك يعني بيأثر على مين بس؟ على البين ومش الفيفر وانتي انفلامتوري محترم ويوريكوزوريك وليس انتي بليتلت وليس جاستريك ايه؟ إريديشن. يعني ما جاش قبل كده في امتحانات خالص خالص. ضيف المثال 5 امينو ساليسيليك اسيد موجود عندكم ولا مش موجود؟ موجود صح؟ ده عدى عليه فكره كده صلفا سلازين فاكرين صلفا سلازين مي سلازين اول سلازين السيرديفكولايتس السيرديفكولايتس. لو سمحت ده الليكوتراين بيفور ريسبتور بلوكر انتي انفلاماتوري في علاج مين؟ الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو مين؟ الفريدف ايه؟ كولايتس. في دواء لطيف جدا اسمه البينرولين تخيل اللي هو عباره عن ايه؟ اسبرين وباراسيمول هيبقى نقوله بعد كده يعني خلاص؟ لما نبقى ندرس الباراسيمول. سؤال هام جدا 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 ادفيرس افكت اوف ساليسيليت. والرقابة شالت أشكار كانت موجودة في كتاب العام قبل الماضي أشكار تين. أنا كان بتعلم اللي بعد الحاجات دي أشكار تين. بس دايما يا ابني اتعلم دايما في حياتك إن ال إن الجريمة ما بتكملش. ليه بقى؟ لما احنا شلنا جينا برضه عند الحرف الأول من كل كلمة وعلمنا عليه وكبرناه. فأنا بحاول أفسر لك حاجات مش أنتش واخد بالك منها بس انت لو جيت تجمع الحرف الاول من كل كلمه هيطلع في الاخر ايه؟ اشجار ايه؟ تين. اشجار ايه؟ تين. ليش يا عم؟ تعال بقى نشوف اشجار التين اخبارها ايه؟ على فكره انتوا اللي قبلوها كلها لان كلها بقى حضرتك انت اللي وارد تتوقعها مش انا اللي هقولها. انا هبدا من تحت لفوق وانت موافق معايا، ابدا معايا من تحت من ورا. ان تمشي معاك ونفروباثي يتعب الكليه موافق. اي تمشي معاكوا ايديوسينكراسي هيمرسيس في الجماعه اللي عندهم ايه؟ انيميا الفول. تي تيراتوجينيك يقول لك بيعمل كاردياك سيبتال ديفكت مشكله في السيبتم. ار حد فاكرها؟ ري سندروم اللي هو عباره عن ايه؟ فايرال بس هيبقى توكسيسيف مين؟ في التشيلدرن والفايرال انفكشن. برافو. ايه الرجي تعمل ارتكاليا وسكن راش واو كان ده كله. وبرونكيال ازمه لو عيان بياخد اسبرين اشتكى من برونكيال ازمه انت لازم تسال نفسك بقى سؤال يا ترى دي برونكيال ازمه انجي انت بدر اكشن عاديه ولا شفت من كوكس الايه؟ لو كانت بسبب شفت من كوكس اللوكس حد شاطر يعرف يعالجها او يعرف يتجنبها. العين اللي بتجيب من الاخر بدون ادي كورتيزون ماشي يا عم انا محترمهم. واحد قال لي بقول لك ايه مش هم انت قفلت الكوكس فتحت سكه اللوكس اقفل مين؟ اللوكس. حد يعرف اللوكس انزيم انهبيتور؟ زي نيوتن او ليكوتراين ريسبتور بلوكر مونتلوكاس وزافير لوكاس. فاهمين دي ولا لا؟ حلو الكلام بس انا هعرف منين هي. نعم بس انت بتتكلم برضه انت تزود الجرعه كبيره قوي انت دخلتني في مشاكل تانية خالص. طب دكتور اعرف منين بقى ان هي انتي بودي اللي هو ايه؟ شفت اعرف منين ان هو غالبا عشان بس نكون متفقين الازمه لما هتحصل لو كانت اكيد اتجهت تعالجها بالسلبي تقول له الكلام ده كله ثم نقدر اقوم بقى نشوف تراجع بقى البروفلاكس بتاعه غالبا هتبدا تمشي اصلا على اوتوماتيك على المونتلوكس. جي اي تي اريتيشن عايز خمس كلمات منك
بين والسر وبليدنج ونوزيا وفوميتنج. حد يعرف دواء متميز في علاج القرحة الناتجة من المسكنات؟ ميزوبروسول. فاكرين ولا لا؟ بس حد يعلق عشان خاطري واحبكم قوي. كان مين ممنوع ياخده؟ بريجننس ليه؟ اوكسيتوسك صح ولا لا؟ حلو قوي. اتش تمشي معاكم هايبو بروثرومبينيميا صح ولا لا؟ بليدنج. يبقى واضح ان سيادتك انت اللي جاوبت كل دول. انت سيادتك كل اللي حضرتك ما قلتهوليش بس ساليسيليزم. ودي من المرات القليله في الطب ان انا اسمي مجموعه ادفيرس افكت باسم اللي بيعملها. ده زي سندروم ساليسيليزم. دي مجموعه من الاعراض مع ال 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 يعني ايه؟ فور لونج ديوريشن. العيان يبدا يشكي من شكوى غريبه قوي. يبدا العيان يشكي من تينيتس يعني ايه؟ تينيتس. نعم؟ قريب. قنين. بارك الله فيك يا اخي. قنين. قنين في الاذن. زنة في الودن. رنة. اكتبوها كده. رنة لا انا عايز حد يكتبها لي قنين. صفار. يعني ايه؟ لان اصل كان في مره هي بتتكتب كده مبدئيا بس. عشان في مره احنا قلنا ربنا اداها الصح كتبتها كده. دي طبعا لما اروح كده ولو ذاكر حصل عليها اسبوع هتلاقيها تنين مش كده. طيب طنين زنه في الودن عشان كده ما تديش الاسبرين مع الادويه الاوتو توكسيك. لا اي واحد عنده مشكله في الودن الدكتور بيديله قائمه بالادويه الممنوعه منها الاسبرين. لو سمحت الفيرنج اوف فيجن زغلله في العين ابسيت جي اي تي ابسيت معدته مقلوبه عصبي هايبر فنتليشن كل ده ان شاء الله اطمن لما نوقف الاسبرين كل ده بيختفي. حلو الكلام. طيب دي كانت اشجار دي فيها مشكله ايه؟ اكيوت توكسيستي. شهاده للتاريخ الاسبرين دواء امن عنده هاي ثيرابيوتيك اندكس وايد 50 مارجن. استاذ الفاضل الجرعه اللي بتموت تقريبا اكتر من 200 مللي جرام بر كي جي. يعني تقريبا والقرص كانت 300 مللي جرام يعني تقريبا قرص بر كي جي. يعني سيادتك لو اخذت قرار سوري غبي بالانتحار بالاسبرين انت غير موفق. ليه؟ اولا ينبغي انت تتوزن ولو انت كنت مقلبز ده القرار اسوأ. ليه بقى؟ تخيل مثلا انت سيادتك مثلا 100 وشويه كيلو 119 هتروح تقول للصيدله انا عايز ايه؟ 119 قرص. ثم سيادتك تبدا تتناولهم كلهم ورا بعضه ينبغي ان انت ما ترجعش في النص. متوقع جدا جدا العند لو ما تهبوش من ايه؟ الشبع. الزهق. هي فعلا يعني. المهم يقول لك ايه؟ فعلا يعني غالبا قرار الانتحار بالاسبرين ليس القرار الموفق. ليس القرار الموفق. لو حد فكر ينتحر اتوقع احنا قدمنا له اوبشن المره اللي فاتت باربيتوريت. كان قرار موفق. الباربيتوريت كانت عرض حلو يا اولاد. نو سيفتي مارجن ومفيش انتيدوت. عايز اكتر من كده بكتير. تمام؟ طيب. ايه الاعراض؟ مين بقى الاكثر عرضه للتسمم بالاسبرين؟ هذا الكائن الخطر صغير الوزن اللي هو مين؟ الطفل. بدا يحبي بدا يشوف مامته تلهت عنه شويه. انا طبعا بتكلم على الاطفال الطبيعيه مش زود اوزانه الخرافيه. انا بتكلم على طفل طبيعي بدا يحبي بدا يلمح شريط الاسبرين. الواد كان بيسنن ولا حاجه وعنده رياله كتير عمال بدا يقطع الورق بتاع القرص بتاع الاسبرين. الواد اصلا لو كان عنده ضمير يستحق البقاء كان ممكن يكتفي بقرص واحد لان الاسبرين يعني هو مز شويه مر شويه. فالطبيعي الواد كان ياخد قرص واحد ايه ويكتفي. لكن الواد غالبا الموضوع ايه؟ عجبه فضرب شريط. فغالبا التوكسيس بتقابلك من اكتر في الاطفال مش في الكبار. هيجي لك عنده ايه؟ جمع معايا الاعراض ايه؟ عرفت لما انا قلت لك زود وخلي عندك ضمير انتي جابا عشان ما تعبكش الوقت؟ هايبر ريفلكسيا واكسيتيشن وكونفالجن بما تفسر انتي جابا. بعد كده داخل في كوما. هايبر بايركسيا بما تفسر
uncoupling 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 هايبر بوكس يعني يعني هايبر بوكس حراره عاليه هايبر فنتيليشن هايبر هيدروزيس ده ممكن من كتر ما يسخن قوي يعرق قوي ويدخل في بينك في ايه دهايدريشن هايبر اسيديتي وايريتيشن والخمس كلمات بتوع الجي اي تي نوزيا وفوميتنج وبين والسر وبليدنج هايبر جلايسيميا طب الهايبو ايه هايبو بروثرومبينيميا وهايبوتنشن واسيد بيز ديستربنس يعني ايه اسيد بيز ديستربنس لو كان طفل اسيدوز لو كان كبار مانجمنت الاسبرين ينطبق عليه فعلا اتقي شر الحميد اذا بمعنى ايه الاسبرين بالرغم ان هو طيب ومديك سيفت مارجن قد كده بس وانس ان انت سممت بيه نو انتيدوت يعني انت اخرج علاجك سيمتومز سيمتوماتيك تريتمنت ما عنديش انتيدوت فاكر المورفين بجبروته المورفين اللي كان بيشال الدنيا كلها كان ياخد ابول ايه الظبط نالوكسون فول هو ليه بقى بلاسيد احنا قلنا بيزود الجلايكوجينوليسيس ادرينالين في الليفر تمام طيب مانجمنت سيمتوماتيك لو سمحت تعلم عليها بعد اذنك استومك ووش الناس اللي بتحب الكلام الدقيق بيصدم بايكربونيت عكن عليه في المعده صدم بايكربونيت ليه بيزك صح ولا تمام ازود الاكسكريشن ازاي الكالنسيشن اوف يورين او في حاجه اسمها فورس دايوريسيس يعني كلمه فورس دايوريسيس يعني تبدا عن اي في فلويد وبعد كده تدي له دايوريتيك اسمها فورس ايه دايوريسيس انا ممكن احتاج هيموداليسيس لو سمحت ادي له انتي كونفالجنس انا عايز اسمع منكم بقى شويه انتي كونفالجنس ده يا زبام دور زبام اي حاجه بقى ولا اي حاجه كولينج مهم قوي هنا في حالات الايه هايبرثيرمي كوركت الديهايدريشن والاسيد بيز ديستربنس فيتامين كي هاي هايبرثرومبينيميا وفريش بلاد ايه ترانسفيوجن هو ده السؤال ده اللي بنساله كل مره الدكتور السؤال ده لو جه هيكتب ازاي الاجابه اللي عندي حسب الوقت بمعنى ايه معناها بيني وبينك على حسب الوقت او الوقت انا اجي لك اقول لك اشجار تين دي لوحدها الوقت الجراف كتاب يبقى انا يهمني هتجيب لي اكيوت واول ثلاث سطور وبعد كده بعد كده بعد كده تبقى تبدا ترجع تكمل تفاصيلها صح ولا لا لان انا مش بقى الاقي واحد يغرق في تفاصيلها وينسى لي دور هو حد فيكم فاكر الاس كانت ايه اتش كانت هايبو بروثرومبينيميا وجي كانت ايه كانت ار دي راتوجينيك ايديوسينكريسي النفروباسي كونترا انديكيشن تكتب عليها هام ثيوريتيكال بص كده بص كده عشان نخلص اهي اي بي سي جي A I B B B B C G A املها معايا املها معايا A تمشي معاك الرجي تمشي معاك الرجي I تمشي معاكوا ايه ايديوسينكراسي B تمشي معاكوا ايه بليدنج تندنسي طب B برونكيالازما طب B بيبتيك ألسر طب B بريجنسي طب C تشيلدرن فايرال انفكشن G جود تعالى بقى اقول لك لو سمحت استاذ لما يجي في امتحان ما ينفعش تقول لي كده عايز تفسيرات بمعنى ايه الرجي ما فيهاش كلام يتقال ايديوسينكراسي ففازل هتقول لي بيعمل ايه اكتب بس جنبها بيعمل هيموليسيس انجيسيس بيديفيشنسي بليدنج اكتب بس جنبها بيعمل ايه هايبو بروثرومبينيميا كومبيت وذ فيتامين اي اوكي كلمات صغيره بس انت كده ارضيت جميع الاطراف في بعض الدكاتره بتقبل الاجابه دي وخلاص بس في اخرين يقول لك لا معايا ليه بنقول في البرونكيا الازمة هي كلمه واحده بس اشوفها شفت مين اللي مين كوكس اللوكس بيبتيك ألسر كلمه واحده بيقلب بروستاجلاندين ويرتنت ليه في البريجننسي ممنوع لا 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 ده انا عايز كلام كبير عم نتكلم بقى في اول الحمل وفي اخر الحمل هيعمل فاول حمل قال لك تراتوجين صح في اخر حمل يعمل ايه بليدنج بليدنج ليه عشان بس عشان انت بليتد اكشن في اسبرين ويكند
بديلي الليبر مش بيأخر ولادة. ولو سمحت البليدنج ده البليدنج خلي بالك حته الريلاكسيشن اوف يوترس هتساهم في البليدنج. ليه؟ انت بعد الولاده لو دار اليوترس او المايوميتريا البلاد فيزل ماشي جوه هنا البلاد فيزل ماشي جوه فسيادتك انا بعد الولاده عايز الرحم يبقى عامل ايه كده صح كده لا فسيادتك انت لما تقوم قايل اليوترس عامل كده هل البلاد فيزل هيقفل فهمت ولا لا فالتوكوليتك دي بتعمل ايه بتزود البليدنج فاهمين دي ولا لا يبقى لما اجي اقول لك لو سمحت قبل الولاده لازم توقفه عشان تقلل البليدنج وانت فاهم انت البليدنج ليه عشان حته ان هو التوكوليتك وحته انت ايه انت بليتلت رقم 2 هيديلي الليبر رقم 3 واحد بقى ليه في الفيسيولوجي او كان مصحصح في السيبشن ايوه جدع بريماتيور كلوجر of ductus arteriosus مين معايا في السكشن؟ بارك الله فيك بريماتيور كلوجر of ductus arteriosus حد فاهم حاجة؟ وانت صغير وانت صغير من 20 سنة كان عندك ضغط يا ابني 21 سنة 21 سنة 21 سنة ارجع كده 21 سنة ونص كده وانت صغنن كده كان عندك ضغط كده من منه مين؟ اورتا برمالري كان اللي في الحياة طول الحمل بروستاجلاندين ولما تكسع تقول ايه اللي يحصل تقل فتقوم قافله فرغم انت مديك اسبرين كتير قبل الولاده هتقفل قبل ميعادها فهمت بس في البريجنس ممنوع ليه دي كده اجابه مقنعه خلاص في التشيلدرن اقنعني تقول لي والله انا خايف من التوكسيستي لكن اكتر حاجات الفيرال ايه انفكشن اللي ايه السندروم طب في الجوت في الجوت ايه بقى مشكلتك معاه السمول هات وورس واللارج بقى والعهد عرابي بيقول لك بيعاكس ادويه اللاص الاخرى بيانتاجونايز الاذر يوروكوزيريك ايجنتس هيكومبيت معاهم الله اعلم خلاص اخر حاجه يبقى خلصنا الاسبرين الدراج انتر اكشن لو انت كنت مركز معايا في الكاينيتكس قول لي ثلاثه انتر اكشن وفي اليورين اعمل ايه في اليورين الكالايزيشن يزود الاكسكريشن والاسيفيكيشن يقلل الاكسكريشن وبالنسبه للميتابوليزم الكسر في الليفر لو عندك انزيم انديوسر هيزود الميتابوليزم بتاعه صح اخلص ثلاثه في الانتراكشن يبقى رقم واحد خلصنا منها ورقم أربعة وخمسة فيهم مشكله لو سمحت الاسبرين بيعمل قرحه في المعده يا راجل يا سلام ده كلام كويس الاسبرين بيعمل قرحه في المعده السيروجينيك افكت الكحول بيعمل ألسر الاذر نان ستيرويدال بتعمل ألسر الكورتيزون بيعمل ألسر لو اتاخدوا مع بعض اخبار روح ايه هتبقى حلوه كده وفاخره يبقى دول بيزودوا الألسروجينيك افكت بيقول لك الاسبرين بيعاكس بيعاكس مين بيعاكس الانتي الاذر يوروكوزيريك لسه قايلينها والانتي انفلاماتوري اللي هيفسر دي هيفسر دي ده لهم تفسير اصلا خلاص طب كلهم موجودين اصلا لان احنا بندي ساعات بندي الاسبرين معاهم يعني انا بقولك انا شخصيا مش شايف ان هو بيانتاجونايز قوي بس والله اعلم بيقول لك بيانتاجونايز فاهمني ولا لا لكن انا عايزك تفسر لي بقى اللي جاي تبقى شاطر قوي بيعاكس الانتي هايبر تنسيف افكت اوف بيتا بلوكر ايس انهبيتورز دايوريتكس هناك عامل مشترك بين الثلاثه كلمه واحده الثلاثه دول في حاجه مشتركه فيهم في الميكانيزم اوف انتي هايبر تنشن افكت بتاع الانزيم حاجه مشتركه في الجهاز بتاعتهم حاجه الاسبرين بيمنعها دي السجلاندين هيكون ايه ارجع للاس انهبيتور كان بيزود البروستاجلاندين البيتا بلوكر لو تفتكروا كان الميكانيزم رقم 6 فيها بلاد فيزل اكشن بلوك عن طريق بعض البروستاجلاندين الدايوريتك كان لها بعض البروستاجلاندين برودكشن يبقى كل دول كان من ضمن الميكانيزم بتاعتهم بيزودوا الايه البروستاجلاندين وده بيعمل في البروستاجلاندين بيقلل مين البروستاجلاندينز انا طمعان فيكم لا طب استنى نقعد بقى نهدى بس شويه دعونا نتفق اللي قاعدين قدام مسؤولين مسؤوليه كامله ان لو طلع في امتحان الاسبوع اللي جاي
لو طلع في امتحان الاسبوع اللي جاي يبقى كنت اوتوماتيك متوقع ناخد حصه الخميس والسبت. الخميس او السبت يعني. خلاص اتفقنا. يبقى سيادتك هتعرف ازاي؟ هتعرف من الشباب بتوع حصه بكره. طب الخميس ده صعب سبعات. هتعرف من الشباب بتوع حصه بكره. طب لو مفيش امتحان ناخد ولا ما ناخدش حصه؟ لا طبعا. طب نعمل فوتنج شباب اهو عشان بس ما تقولش ان احنا متاخرين اهو. انت اهو ده الشيطان كله بيتكلم الوقت. طب قولي كده انا كده الحصه جايه في امتحان في المكان كله. طب انا مؤخرا وان واي وان واي انا هبتحن نفسي هايدر على اسكر بوص الوقت هو بوص الوقت هو الوقت الله كان بيبقى مصحصح مش معاك جنب بيت ده بيكلمني بيقول لي احتز الجامعه يعني ايه بقى اللعبه الخطيره اللي عارف لما انت بتعمل كده في الفورما ويفترض ان انت قاعد قدامي وفي انتراكشن كل ده بقى انت بتاخد مايك بتعمل كده شباب يلا يلا لا لا بقول لك ايه بلاش يا دكتور انا بتحكي